فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تقول: امرأة كافرة تريد الدخول في الإسلام واقترضت قرضا ربويا من بنك، فإذا دخلت في الإسلام وسددت هذا القرض هل تتوب من ذلك القرض، علما بأنها كانت جاهلة لحكم الربا؟ إذا أسلمت إنها يحرم عليها الربا، لكن ما كان قبل الإسلام إنه معفو عنه. ويوجد الشرك قبل الإسلام والكفر قبل الإسلام، هذا يعفى عنه، التوبة تجب ما قبلها. نعم.